انا بجد تعبت من اكل المطاعم، وحشني اكلك قوي يا صبوحه. هو الاكل بس اللي وحشك؟ لا بصراحه البيت كله وحشني. وحشني انا كمان. كنت خايف تفرطي في الشقه وانت مسافره. ازاي افرط فيها وانا عايشه على امل اني ارجع لها؟ انكل فريد كان بيدفع لنا الايجار كل شهر واحنا مسافرين. انكل فريد كان بيدفع الايجار وانتوا مسافرين؟ دي اكتر حاجه هتتحسب لفريد الاطرش في تاريخه الفني. مالكش دعوه بفريد، يا اما والله هقومك جعان. ماشي يا ستي، سيبينا من فريد وخلينا في احمد فؤاد حسن. احمد فؤاد حسن مايسترو الفرقه اللي عزفت معاكي في حفله الجامعه العربيه. ايوه ده مايسترو شاطر قوي. انا بالمايسترو الشاطر ده عايز اعمل فرقه لينا احنا الاثنين. وش معنى احنا الاثنين؟ مش هقدر ادفع تكلفه لوحدي. بس خد بالك انا راجعه من لبنان على الحديده. اليومين الجايين دول بتوعك، انت بقالك سنين وحشه الناس، هتغني كتير وهتقبضي اكتر. طب والفرقه هيبقى اسمها ايه؟ فرقه صباحه وفرقه عبد الحليم. طبعا هيحط اسمه قبل اسمي زي كل مره. لا اسمي ولا اسمك، انا هسميها الفرقه المسيه. موافقه بس بشرط الفرقه الجديده تفضل معايا في كل حفلاتي في اوروبا. ماشي يا ستي، ما دمت انت اللي هتدفعي خلاص.